لقطه في مباراه الزمالك دلوقتي القصه كلها اللي الناس بتتكلم عليها اوسوريو اوسوريو بيلعب بطريقه صعبه اوسوريو مش متخيل الامكانيات اللي معاه فهو المفروض ما يلعبش بالطريقه دي ويرجع للطريقه الطبيعيه باك تو بيزكس ويلعب بطريقه 4 3 3 عادي. بالمناسبه يا جماعه اوسوريو لعب بطريقه 4 3 3 في مباراه بيراميدز ولعب بالطريقه العاديه خالص، ولكن هو اوسوريو جاني ولا مجني عليه؟ هو ده السؤال. لعيبه نادي الزمالك القايمه فيها لعيبه كتيره جدا قراراتهم بتبقى كارثيه بتاثر بشكل كبير على الشكل اللي عاوز يطلع بيه نادي الزمالك او الشكل اللي عاوز يطلع بيه اوسوريو. وانا معاك ان اوسوريو احيانا بيزودها، بس يا كريم في قرارات، المشكله في الواجبات مش الطريقه. ما كنا ممكن نلعب 4 3 3 بس هديك واجبات فيها عامله ازاي. انا معايا شويه لقطات من نظر 4 3 3 دي خالد دونجا يطلع بشكل كويس جدا اكيد في الزمالك، وخد بالك عمرو سيسي في بعض وعمرو سيسي في بعض الاوقات كان بيبقى كويس. عاوز اوريك بعض اللقطات كده. بص دي اول لقطه خالص، دي في الشوط الثاني هشرح لك الاول المشكله اللي موجوده عند اوسوريو كان متعصب جدا. بص لو نرجع ثاني اللقطه من الاول خالص، ده اوت لنادي الزمالك في الدقيقه 51. بص سيد نيمار عاوز يعمل ايه؟ سيد نيمار عاوز يلعب الكره بسرعه. بص بقى اوسوريو يروح يقول له ايه؟ بص بيزعله بيقول له اقف اقف انت بتعمل ايه؟ هو جاي يلعبها ليه بقى كريم؟ ايه ده استنى اللقطه دي حلوه قوي. طبعا تعالى بقى لو بص هو سيد نيمار عاوز يروح يلعب الاوت، قام زعل لسيد نيمار وقام نادي مصطفى الزناري لان هو متحفظ. برافو عليك يا شيخ. يا جماعه عيدوا اللقطه تاني لو سمحت عشان النقطه مهمه جدا. هي دي المشكله فعلا صح. بص يا كريم بص الراجل يبص لسيد نيمار قام هو جري عليه بس بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل ايه؟ قال له بتعمل ايه؟ هو بيزعله جامد، قال له ما هو مصطفى الزناري جاي ليه يا كريم؟ ما دي برضو حاله عدم تركيز لعيبه نادي الزمالك ومش كل حاجه اوسوريو. ما انتوا يا جماعه متحفظين مصطفى الزناري بيلعب الاوت الجامد، الاوت اللي هو بيرجع خطوتين ثلاثه ويلعب الاوت الجامد لجوه منطقه الجزاء. يعني سيد نيمار مستعجل على ايه؟ يعني مش مستعجل على ايه يعني، اللي هو احنا في طريقه بنلعب بيها. فدي كلها كريم حالات من عدم التركيز اللي بص عشان يلعب الاوت ده هي ماشي الكره ما حصلش فيها خطوره، بس هو نادي الزمالك بيلعب بالطريقه دي. تعال بقى لبعض قرارات لاعبي نادي الزمالك في الشوط الاولاني عشان اقول لك برده المشكله مش في اوسوريو بس. هنا نادي الزمالك بيحاول يطلع بكره. بص رؤى معاه كره، مفيش حد ضغط على رؤى خالص، مفيش حد ضغط على رؤى. بص يا كريم تحولت هجمه دي بتاعت اوسوريو، دي مش بتاعت اوسوريو. بص يا كريم الكره تحولت وكانت هجمه خطره على نادي الزمالك ولكن اتقطعت. دي مش بتاعت اوسوريو، لعيب مش مضغوط عليه بيطلع بالكره غلط. هنا برده كره ثانيه اتقطعت برده من رؤى، هيطلع ثاني عمر جابر، كرة بتتحول. هنا اول ما نادي الزمالك خد الكره عمل التحول كل فرقه زقت لقدام. اقف بقى هنا لحظه، اقف بقى لحظه معلش ارجع بالكره لحظه. دلوقتي يا كريم لما نادي الزمالك كله يزق لقدام الكره لازم تبقى بحساب، لان انت الفريق كله زق لقدام فالكره تطلع من رجلي صح. ولو اعمل اوفر اعمل اوفر لمين؟ تعالى بقى نكمل بالكره. اول ما الكره راحت لمصطفى الزناري، هنا مصطفى الزناري ده سيد نيمار او مصطفى الزناري كريم، هو في كام واحد جوه منطقه الجزاء بتاعه نادي بيراميدز من لعيبه نادي الزمالك؟ 4-1. استحاله الكره تعدي، كره اتلعبت اتخطفت. بص بقى كريم لا والاربعه واقفين صح، والاربعه واقفين صح وهو كمان مستخبي ورا علي مستخبي ورا على جنب. نكمل بقى الكره. بص بقى الكره لما تتقطع كل لاعبي نادي الزمالك قدام، ما توقف مصطفى الزناري ويلعب كره لحد ما سيد نيمار يخش ويعمل الزياده العدديه جوه ال 18. بص بقى كريم الهجمه اتخطفت. بص بقى لاعبي نادي الزمالك كام واحد هنا موجود؟ اكتر من 6 وعلى طول لونج باس. بص بقى كام واحد، مفيش غير 2 سنتر باك لان كل الباكات طايره. كمل بقى الكره دي كانت من اخطر كور بتاعتنا. نكمل الكره بسرعتها عادي، هتشوف ابراهيم عادل بيجري وفيستون مايلي بيجري، هتلاقي عبد الله سعيد داخل لمصطفى. طبعا ابراهيم عادل بمنتهى المهاره بيعدي، الكره بتتلعب عبد الله سعيد هوب طلعت بره، كانت ممكن تبقى جون علشان قرار خطا. اقف العب مع الناس انت. بص هنا برده كره ثانيه، هنا الكره دي وصلت ليه عبد الشافي طالع له سيد نيمار. هنا برده عاوز اوريك حاجه. بص سيد نيمار هيعمل ايه في الكوره؟ ما تطلع عبد الشافي ثاني، لا دخل جوه في الزحمه مطلع لرؤى. بص بقى رؤى يتصرف ازاي. بص بقى كريم كم واحد من لاعبي نادي الزمالك اتحولت على طول لنادي الزمالك. كل دي مش بتاعت اوسوريو، كل دي بتاعت لعيبه نادي الزمالك. الكره دي كمان برضو هنا الكره نزلت عمر جابر. طب دي توقيفه، طب ده اسمه كلام يعني؟ انت جوه ال 18 ده نادي بيراميدز، ده اللي انا بكلمك عليه. دي بقى اخر كره عاوز اوريها لك، او في بعديها لقطه كمان. هنا نادي الزمالك قطع الكوره، عمرو السيسي خد الكوره يزق عمرو، مفيش حد ضاغط عليه، تباطؤ بشكل كبير، الكوره اتقطعت تاني وهجمه. طب يا كريم ما دي مش مشكله اوسوريو بس، اقف والعب كوره. طيب انا عايز اسال حاجه لفاروق قبل ما اختم الفقره العظيمه دي وعظمه اللي انت عملته ده يا محمود حبيبي. قول بقى قول اللقطه دي بسرعه عشان هي دي اللقطه دي برده. بص برده هنا يا كريم عاوز اوريك على رؤى وعدم التجانس وتفاهم بين سيدنا مره رايح فين. بص انت قلت الكوره اللي هو اتقطعت حتى حولت تاني هجمه النادي الكبير. عايز اكلمك انا في الحته دي، انا اول مره يعني ما عدتش عليها كتير وغالبا ما شفتهاش. 6 مدافعين على خط واحد،
دي غريبه، انا شفت 4 وشفت 5 لكن 6 مدافعين دي وسوريو في الشوط الثاني لعبها فتره طويله جدا. بالنسبه لي غريبه، يمكن الكلام اللي اتكلم عليه شاكر اللخبطه اللي بتحصل في الجنبين، احنا بنشوف اتنين اظهره بيلعبوا قدام بعض سيد نيمار مع عبد الشافي وساعات عمر جابر مع الزناري، لان هو الاساس اصلا ان الزناري مش ظهير ايمن والمسلوسي دخل ظهير ايمن، فانت غيرت الاثنين عشان افكار وقناعات، لكن انت تلعب بست على خط واحد وتيجي الشوط الثاني تعمل تغييره غريبه جدا جدا وتنزل شيكابالا مكان سيد نيمار وتطلب منه اداء دفاعي يرجع مع واحد لسه نازل فريش في جبهه، اتنين نزلوا فيها رمضان ومحمد حمدي جبهه لسه فريش هيضغط بيها باتشيكو بشكل كبير، بتنزل شيكابالا 10 دقايق رايح جاي رايح جاي خلاص بدا يتعب، بدات المساحات تتفتح. لا هو في واجبات بتحصل غريبه على لعيبه الزمالك، مراكز جديده عليهم، ده ظهر في الماتشات ان في توتر شويه وفي لخبطه ما بين